اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله نوينا نعمل شوربة الخضار في الحر ده، حلوة او خفيفة وعسل، وحلوة للبرد وحلوة لكل شيء، وخفيفة جدا جدا جدا. هي عبارة عن بطاطس وكوسة وجزر وبصل صغنن كده، وبسلة مفرزة، لو في فاصوليا برضو بنحط، ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنقطع الخضار، نضفناه كله وقشرناه بالمقشرة، وهنعمله مع بعض دلوقتي. هنقطعه ونوريه لكم، احلى شوربة خضار من ايدي، تحفة. وهيخرطناه بالشكل ده، وبصل القرمة ده، حلوة في الحر، حلوة للبرد، تحفة. هنشوف ايه ما هنعملها مع بعض ان شاء الله. وانا هنشوف الفراخ استوت ولا لا، لانها استوت بالشكل ده. وهنصب بقى الشوربة هنا اهو على شوربة الخضار، احلى شوية شوربة بالشكل ده اهو. هنزودها بقى شوربة، نحطها على النار. وبعدين حطيناها على النار اهو بالشوربة، شوربة الضيق، احلى شوية شوربة خضار. وهنحط واحدة ماجي، عسل عسل عسل، اه مرقة، اه يا امولة، ايه رأيك؟ حلوة؟ ايه بتعملها بسلة من غيرك؟ اه بسلة على شوربة الخضار. بسلة اه عينيا، ايه رأيك يا امل بقى؟ حلوة؟ ماشي، هتستوي بقى ونشوفها مع بعض. هنبص عليها اهي، قربت تستوي اهي ما شاء الله عليها، ولا احلى ولا اروع. حاجة كده خفيفة في الحر والصيف، حلوة للبرد، تاكلي منها ما تشبعيش. عسل عسل عسل، احلى شوربة خضار، تحفة. هتستوي بقى ونفضيها في البولة ونوريها لكم. وهي خلصت بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع، كل حاجة الحباية حبيتها، تحفة، حلوة قوي، حلوة في الحر، حلوة في الصيف. واحد زهقان من الحر يعملها وياكلها، جميلة خفيفة مع الديك البلدي الجميل ده، المسلوق مش محمر، جميل روعة. شكرا.